بشكرك مرة تانية، والحقيقة يمكن جماهير اللي بتعشق الكرة الإيطالية سعيدة السنة دي، سعيدة لسببين. الأول هو عودة نسخة مبهرة من المنتخب الإيطالي اللي حققت بطولة اليورو 2020، وجماهير الإنتر على وجه التحديد، وأظن أنت يمكن سعادتك مزدوجة، قدرت أنها تستعيد بطولة الكالتشيو مرة تانية من أنياب اليوفنتوس اللي ظل محافظ عليها لمدة 10 مواسم متصلة. فلازم أقول لك مبروك طبعا في البداية. Allora, non ti sento più, però credo che hai finito la domanda. Per quanto riguarda l'Inter. Ecco. Parto. Allora, شكرا لكم على تقبل. أنا سعيد بفوز الإنتر بالبطولة. لقد لعبت مع الإنتر واليوفي وروما، لكن أنا أعشق الإنتر، هو نادي المفضل الأول. أنا سعيد جدا بفوز الإنتر بالبطولة العام الماضي. الإنتر استحق هذه النسخة، لأن الإنتر لم يفز من وقت مورينيو بالدوري الإيطالي، وكنا نعتقد أن الأمر انتهى برحيل مورينيو. أليجري عندما جاء إلى اليوفي أخذ الأخضر واليابس. مورينيو الآن في روما، وسباليتي في نابولي، وإنزاغي في لاتسيو. ستشاهدون نسخة كبيرة من الدوري الإيطالي هذا العام. النسخة الإيطالية الحالية قد تكون النسخة الأقوى في تاريخ الدوريات الإيطالية منذ ظهور إيطاليا على الساحة الرياضية. لكن بالنسبة للإنتر، أنا متفائل أن الإنتر قد يحافظ على اللقب في ظل المنافسة الكبيرة التي ستكون بين روما ونابولي واليوفي والإنتر ولاتسيو. وقد شاهدنا روما أمام فيورنتينا تحديدا. في كلامك يعني خليني أقف مع الإنتر على وجه التحديد. الإنتر يمكن كان في تخوفات كبيرة جدا بعد النجاح في التتويج ببطولة الكالتشيو في الموسم الأخير، رحيل أنطونيو كونتي، رحيل نجم الفريق ونجم هجومه لوكاكو، رحيل أشرف حكيمي، كل ده خلى في تخوف نوعا ما من بداية الإنتر. إزاي بتشوف بداية الإنتر، وهل بتشوف إنها بداية مبشرة إنه يقدر يحافظ على اللقب اللي حققه في الموسم الأخير، ويقدر ينافس بشكل حقيقي على مستوى دوري أبطال أوروبا؟ أعتقد أن الإنتر مع سيموني إنزاغي قدم مباراة رائعة أمام جينوفا وفاز بالأربعة، وقدم أداء كبير لم يتوقعه أحد. رحيل لوكاكو كان مفاجأة، وكان القشة التي ظهرت قسم ظهر البعير بالنسبة لجماهير الإنتر. لا أحد كان يتوقع خروجه، كنا نتوقع خروج حكيمي ولوتارو مارتينيز، لكن لوكاكو كان رحيله صعب على جماهير الإنتر. ولكن لقد رأينا هذا، أن إيديني جيكو قام بتعويض لوكاكو. لا أقول ذلك لأن أول مباراة، لكن العديد من المباريات ستشهد تألق إيدين جيكو. بعض التقارير بتتكلم عن اقتراب خواكين كوريا مهاجم لاتسيو من صفوف الإنتر في الميركاتو الصيفي، وايضا يمكن انا كنت عارف انك كنت موجود النهارده في الاتحاد الايطالي، الكلام كان عن انتقال باكايوكو في صفقه ما بين تشيلسي الانجليزي وانتر، ولكنها فشلت في اللحظات الاخيره، فممكن برضو اعرف ايه اهم الاسباب. الميلان. بالنسبه لخواكين كوريا، اعتقد ان الأمور انتهت بالنسبة لخواكين كوريا، والصفقة تمت اليوم، وهذا حصريا لقناة الأهلي. خواكين كوريا قام بالتوقيع لنادي إنتر ميلانو وانتهت الأمور. هناك اتفاق دائم بين إدارة لاتسيو وإدارة إنتر ميلانو في قصة الصفقات، الأمور دائما ما تذهب إليهم بعيدا. هم في إيطاليا يعتقدون أنهم أبناء العم لاتسيو والإنتر، ولهذا أي صفقة تتم بين الإنتر ولاتسيو تنتهي بأمور سيئة. أما بالنسبة للاعب باكايوكو، بير كونتو ريغواردا باكايوكو الميلان كومي أن فينيتا لا تراتاتي. الأمور لم تنتهي، الصفقة توقفت اليوم، وقد تفشل إصرار نادي تشيلسي أشياء مادية كبيرة جدا. البعض اعترض على سياسة الملاك الصينيين أو المستثمرين الصينيين
في نادي الانتر، رحيلهم وخلافهم مع انطونيو كونتي المدير الفني اللي حقق نجاح يحسب ليه الحقيقه، وايضا في رحيل نجوم الفريق. رايك في ده ايه؟ وهل ممكن ده ياثر سلبا على قدره الانتر على المنافسه على لقب دوري الابطال؟ أنا أقول لك أن الملاك الصينيين عندما أتوا إلى إنتر ميلانو، كنت أنا في عهد وحقبة موراتي وقد استلمنا العرض منهم. هذا الشيء أيضا أقول له أول مرة على أحد القنوات. كنت مع ماسيمو موراتي عندما استقبلنا العرض من الملاك الصينيين، وعنوان التعاقد كان الاستثمار. هم أتوا إلى ميلانو وأتوا إلى إنتر ميلانو من أجل الاستثمار وضخ الأموال والاستفادة من إيطاليا، لأنهم يعلمون قيمة الإنتر. ولذلك آخر شيء كان يفكر به الملاك الصينيين الفوز بالبطولات. وما يؤكد كلامي أن الملاك الصينيين قاموا بشراء النادي أكثر من 10 سنوات، لقد فازوا فقط بالدور الإيطالي، والآن هم يقومون ببيع اللاعبين. بصفتي المدير الرياضي السابق لنادي إنتر ميلانو وواحد قريب جدا وأعلم كل كبيرة وصغيرة داخل الميلانيلو وداخل الإنتر، هم جاءوا من أجل الاستثمار فقط. أكلمك شوية على واحد من أساطير الكرة في الوقت الحالي، كريستيانو رونالدو، اللي بيلعب طالع طبعا لصالح اليوفنتوس. بعض التقارير قالت أنه رونالدو على وشك أنه يغادر الدوري الإيطالي. خليني أسألك على حقيقة الموضوع ده، وهل أنت مع فكرة أنه ينتقل للمان سيتي أو لبي أس جي؟ شايف إيه ممكن يكون الأفضل بالنسبة لكريستيانو رونالدو، أو البقاء طبعا مع اليوفي؟ حتى الآن كل ما يدار وكل ما يتم الترويج عنه بالنسبة لكريستيانو رونالدو هي أصوات فقط تريد الأضواء وتريد الشو، لكن كريستيانو رونالدو لم يتلقى أي عروض. أنا لا أنكر أن المعاملة قد تغيرت بالنسبة لكريستيانو رونالدو من جانب ماسيميليانو أليجري مدرب اليوفي وأندريا أنييلي رئيس اليوفي. اللاعب في هذه الأيام يعيش أيام سيئة مع اليوفي، لم يشعر أنه أسطورة كما جاء. أنا أعتقد أن كريستيانو رونالدو سيبقى حتى الآن في اليوفي. في بعض وهرجعك فلاش باك كده لفتره من الفترات كنت فيها بتتولى مسؤوليه المدير الرياضي لنادي الانتر، وكان الكلام عن اهتمام فريق الانتر بضم ليونيل ميسي في فتره حتى قبل خلافاته مع نادي برشلونه، وحدث بالفعل انه الصفقه كادت ان تتم ولكنها فشلت في اللحظات الاخيره. يهمني اسمع منك كواليس صفقه انتقال ميسي لانتر ناسيونالي او انتر ميلان. بالنسبة للتعاقد مع ميسي، ميسي حلم لأي نادي في العالم، وعندما كنت في الإنتر وعندما كنت مدير رياضي لن يكن هناك لاعب أهم من ليونيل ميسي على الساحة الرياضية من أجل جلبه للإنتر. ولكن إدارة برشلونة تفهمت الموضوع، وهذا سأقول لكم سرا كبيرا بالنسبة لصفقة ميسي. لقد ذهبت أنا وماسيمو موراتي إلى برشلونة وتحدثنا مع والد ميسي، وكانت الأمور قد تمت وانتهت، خصوصا بعد فوز الإنتر بدوري أبطال أوروبا كنا نريد تدعيم. لقد شاهدنا ميسي في سان سيرو عندما كان أمام برشلونة، لكن والد ميسي قام بضخ مبلغ كبير لم يقدر عليه أي نادي في إيطاليا. خليني أسألك كمان عن محمد صلاح اللي يمكن كانت بداية تألقه في ملاعب أوروبا في ملاعب إيطاليا، فشلت تجربته الأولى في ملاعب إنجلترا وتحديدا مع تشيلسي، لكنه نجح ولفت ليه الأنظار بشكل كبير بداية مع فيورنتينا ثم مع طبعا إي أس روما، اللي كان يعني أعتقد أنها كانت خطوة مهمة ونقلة نوعية في مشوار محمد صلاح إلى أن انتقل لليفربول وأصبح واحد من أهم اللاعبين على مستوى العالم مش بس في إنجلترا. ده ما خلاش الأندية الإيطالية تفكر أكتر في أنها تركز على السوق المصري، تفكر أكتر على أنها تختار المواهب أو تضم مواهب من اللاعبين المصريين؟ دي كانت علامة استفهام بالنسبة لنا. آه
إذا سألتني عن محمد صلاح سأقول لك أسطورة العرب وأسطورة أفريقيا. أقول لك الشيء الأهم، أنا كنت أريد قلب محمد صلاح إلى نادي إنتر ميلانو. صلاح مصري ويجب، إذا كنت تريد أن تسأله كله هذا الشيء. قمنا بالاتصال مع وكيل أعماله، أعتقد أن وكيل أعماله مصري أيضا، وذلك من أجل المصداقية. كنا نريد قلب صلاح إلى إنتر ميلانو، لكن إدارة روما لم تنهي الاتفاق معنا، وكانت أمور صعبة بالنسبة لمحمد صلاح. محمد صلاح كان يفضل الانتقال إلى اليوفي أو الانتقال إلى الدوري الإنجليزي على البقاء في إيطاليا. لقد قام بعمل كبير كما ذكرت مع فيورنتينا ومع روما، لكن محمد صلاح يبقى حلم لأي نادي في إيطاليا. وشيء هام، الأمور معلومة لا في الميركاتو الإيطالي، ونحن قريبين جدا من الميركاتو. ريال مدريد يريد التعاقد مع محمد صلاح، وجميع الأندية الإيطالية قامت بضخ بعض الأموال من أجل محمد صلاح. اليوفي كان أقربهم، لكن الكلام مش بس على نجاح صلاح، لكن الكلام كمان على الأندية الإيطالية اللي كان من الممكن انها تستفيد بكثير من المواهب المصريه. يعني ليه ما فكرتش الانديه الايطاليه في استنساخ تجربه محمد صلاح مع فيورنتينا وروما؟ كل نادي له عقليه التعاقد الخاصه به، وكل نادي لديها المدير الرياضي. هناك من يفضل اللجوء دائما إلى أوروبا، وعدد قليل من يجلب الأفارقة إلى الدوري الإيطالي، لكن هناك بعض المواهب معروفة للجميع في مصر، لكن الكرة الإيطالية لديها خصائص خاصة. ونحن نريد في إيطاليا بعض اللاعبين مثل صلاح وسامويل إيتو أساموا، هؤلاء اللاعبين هؤلاء أقوياء، لكن من الصعب علينا قلب أي لاعب مصري. وتجربة صلاح صعبة التكرار. ماركو برانكا أسطورة الإنتر ونجم المنتخب الإيطالي، بشكرك مرة تانية، شرف لينا استضافتك في قناة النادي الأهلي وتحديدا في السادسة، بشكرك على وقتك وعلى مشاركتك معنا. طيب خلينا نروح لفاصل ونرجع نتكلم أكتر، مش بس بقى على الدوري الإيطالي، هنتكلم على الدوريات الكبيرة، وهنتكلم على بداية موسم يبدو كده أن هو مشجع ومبشر. خلينا نروح لفاصل ونرجع نتكلم عن الكرة العالمية مع حضراتكم في السادسة.